أقوى تصريح بدء إنشاء قطار السلام العاصمة الإدارية خلال شهرين. أعلن المهندس طارق أبو الوفا رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق بدء الأعمال الإنشائية للقطار المكهرب السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة الممتد بطول 67.8 كيلومتر وبيشمل 11 محطة خلال شهرين من الآن بتكلفة إجمالية 1.4 مليون دولار، مشير إلى أن شركة أفيك الصينية بتنفذ مشروع هذا القطار، قطار الكهرباء، وأعمال نظم الاتصالات ونظم كهرباء الإشارات ونظم التحكم المركزي، طبعا تفاديا لأي أعطال وأي نوع من أنواع الحوادث. أشار أبو الوفا أيضا في تصريحات صحفية أن شركة أفيك الصينية هتعمل على توريد وتصنيع 20 قطار بتكلفة قدرها 739 مليون دولار، ومخطط توفيرها من خلال قرض صيني ميسر مقدم من بنك أكزيم الصيني، ووضح أن في 5 شركات مصرية هتشتغل على تنفيذ الأعمال المدنية والإنشائية وتركيب السكة وتركيب القضبان بتكلفة إجمالية 500 مليون دولار. طيب اقول لكم بقى كمان ان القطر ده قطار الكهرباء هيضم المحطات بتاعته السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة، وهيربط الطريق الرئيسي القاهرة إسماعيلية بكل المدن السلام العبور والمستقبل والشروق وبدر والروبيكي، وهيتفرق حتى العاشر من رمضان، وفي تفريعة تانية للعاصمة الإدارية الجديدة ومدة وكمان ممدود لحد القطامية الجديدة، وبيخدم مناطق شرق القاهرة وبيربط مدينة السلام بداية من المحطة التبادلية خط المترو الثالث وعدلي منصور ومدينة العبور والشروق وبدر والروبيكي والمنطقة الصناعية والسكنية بالعاشر من رمضان، وكمان العاصمة الإدارية الجديدة. مشروع ضخم طبعا، ويعني الحقيقة مشروع ضخم وخدمي أيضا، مشروع كبير جدا. طيب تعالوا بقى نشوف سكة الحديد.